إذن متابعينا الكرام متابعي قناة الشاب قناة شوف تي في وقناة شوف تي في سبور، إذن أولا وبداية ودخولا في صلب الموضوع، فأول شيء كنبداو بهذا البث المباشر هو هنيئا لولادنا، ألف مبروك لكل من ياسين بونو ويوسف نصيري، تتويج بلقب اليوروبا ليغ. فطبعا يعني بعد مباراة الشتوكية يعني مباراة امتدت لأكثر من 120 دقيقة، وطبعا يعني ياسين بونو ويوسف نصيري كيتوجوا بلقب اليوروبا ليغ للمرة السابعة على التوالي فريق إشبيلية، فهنيئا لفريق إشبيلية وهنيئا لولادنا. فطبعا يعني مباراة تألق فيها نصيري وأعاد بنا يعني ذكريات المونديال، وطبعا يعني المونديال وما أدراك ما ياسين بونو في المونديال، عندما أقصى المنتخب الإسباني تصديه لثلاث ضربات جزاء. اليوم ياسين بونو كيبرز على أنه هو واحد من أفضل الحراس اللي كيتواجدوا في عالم المستديرة حاليا، يعني في العالم ياسين بونو من أفضل الحراس اللي كيتواجدوا في العالم. ياسين بونو بأداء خرافي وابتسامته الدائمة المعهودة اليوم كيهدي فريق إشبيلية، كيهديه يعني لقب اليوروبا ليغ. فطبعا يعني مباراة كما شفنا يعني مباراة كانت مقابلة مباراة جد قوية الصراحة، يعني كان فيها الحظ وكان فيها الندية، وطبعا يعني ياسين بونو لا خوف عليه في حراسة مرمى فريق سي اس بي. السبع ديالنا ولدنا ياسين بونو رغم اكيد الكائدين رغم الحاقدين، وثم كما تابعتوا معنا يعني القنوات الاسبانية كلها تشيد بالاداء الكبير ديال الاسد ديالنا، الاسد اللي هو ياسين بونو، الا ان بعض المعلقين او احد المعلقين في احدى القنوات الرياضية بحال كنقولوا ما بردتش ليه بعد الاداء الجميل اللي قدمه ياسين بونو والتصدي ديالهم جوج ضربات ديال الجزاء، وهدى بهم يعني لقب اليوروبا ليغ الفريق ديالو سيفيا. فطبعا يعني الف مبروك الف مبروك، وحنا جد سعداء يعني بهذا الحارس هذا، حارس عارين اسود الاطلس اللي هو ياسين بونو، وحنا جد سعداء بهذا المغاربه اللي كيشرفونا في الدول الاوروبيه وكذلك مع الفرق ديالهم. اذا الف مبروك الف مبروك. اذا متابعينا الكرام واش انتم يعني كذلك يعني سعداء بهذا الاداء الجيد وهذا التتويج المستحق للفريق اسبيليا على فريق روما الايطالي؟ واش فرحانين وليداتنا انتم كذلك؟ فطبعا يعني المغاربه ديالنا وليداتنا فهما طبعا يعني كيكبروا بينا، وفيما مشينا هزين الرايه المغربيه وهزين الرايه المغربيه، والرايه المغربيه ترافرف في النهائي ديال اليوروبا ليغ. وطبعا يعني وهذا الشيء كامل راجع بالفضل ديالو، راجع بالفضل ديال الاسد المغربي وحامي عارين الاسود الاطلس اللي هو ياسين بونو. فالف الف مبروك انتم يعني التعليقات ديالكم متابعينا الكرام، يعني كذلك الكل سعيد بهذا التتويج ديال هذا الاسود المغربيه، لا طبيعه الحال للاسد المغربي اللي قدم يعني مقابله قويه كذلك، رغم انه يعني كان محاصر من العديد ديال من خط دفاع ديال روما، ما تألقش كبير بشكل كثير يعني يوسف نصيري ما باش، ولكن كنعرفوا بالدور الكبير اللي كيقوم به ياسين يوسف نصيري عفوا. شفنا يعني كيفاش الدقائق الاخيره منع محاولات خطيره وكيتمكن انه يخرج كره يعني من قلب الدفاع ديال فريق سيفيا، وعاون بهم يعني فريق ديالو اللي هو فريق سيفيا. ياسين بونو في ضربه الحظ كل المعلقين ديال المباراه، المعلقين الاسبان يعني تذكروا ذكريات المونديال وتذكروا بان في عارين اشبيليا يوجد حارس عملاق هو الاسم ديالو ياسين بونو. وطبعا يعني ياسين بونو كان عن حسن الظن ديال الجميع وما خيبش بالجميع، وكان اسد مغربي شامخ يتصدى لركلتين جزاء، هدى بهم لقب الفريق ديالو اللي هو فريق اشبيليا. التعليق تخسر حقاش لاعب فيهم طبعا طبعا. شنو يعني شفنا التعليق العنصري من طرف احد المعلقين على احدى القنوات اللي هي كتقوم بالنقل التلفزي، فطبعا يعني كان متحفز كثيرا لفريق روما الايطالي، وكان يحب الاخ اخت سهام كان يحب تتويج فريق روما الايطالي، كرها له للرايه المغربيه وكرها له لابناء الوطن، ولكن رايتنا الحمد لله ديما كترفرف في السماء العاليه، ولادنا ما خيبوش بينا، والاسد بونو كما كنقولوا يعني بلغه الكره سد ليه فمه، يعني ما خلاش فين يزيد يعط، بالعكس يعني خلاه عن رغم يعني الحقد ديالو الكره ديالو خلاه يشيد به ويقول برافو بونو والف مبروك لاسبانيا. فطبعا هذا الشيء كامل
الحقد الدفين اللي كيقوم به هذا المعلق اللي على احدى القنوات ديال النقل التلفزي. فطبعا يعني الحق ديالو المملكه المغربيه والحق ديالو لابناء الوطن، ولكن ابناء الوطن يعني كانوا صامخين وكانوا صامدين ضد هذا العنصري اللي كيحقد على الراي المغربي. اذا اولادنا مبروك عليهم، مبروك عليهم نهائي اليوروبا ليغ. طبعا فريق اسبيليا للمره السابعه كيتمكن من فوز ديالو بهذا اليوروبا ليغ، ولكن هذا النهائي هذا يعني هو النهائي يعني كيتعتبر يعني فوز للراي المغربيه. وعلاش يعني الراي المغربيه وعلاش الجماهير المغربيه سعيده جدا بهذا الفوز هذا؟ لان ولادنا في هذا النهائي بصموا على الراي المغربيه وخلوا الراي المغربيه ترفرف في هذا النهائي هذا بفضل يعني ديال الثنائيه ديال يوسف انصيري اللي قدم مقابله قويه، وكذلك يعني بفضل الحارس العملاق اللي هو يعني حارس ياسين بونو. ف إلا كانوا الإخوان يعني مازالين كيتابعوا المقابلة يقوموا يعني بالذهاب يعني القنوات الإسبانية وشوفوا يعني القنوات الإسبانية كيف تشيد بالعملاق بونو، كيف هم سعداء بما قام به بونو ولما تصدى له بونو. يعني كيقول لك فضل كامل راجع بونو، لأن يعني ياسين بونو تصدى لضربتي جزاء وهدى بهم الفوز للفريق ديالو اللي هو فريق إسبيليا، وكذلك يعني المعلقين الإسبان وجول يعني مساندين ديال فريق إسبيليا. حتى الجماهير ديال إسبيليا فهي نادت بونو بونو بونو. فتحية لولادنا، تحية ياسين بونو اللي هدى الفوز هذا الفريق ديالو السيفية، وكذلك يعني فرح أولاد الشعب، وكذلك يعني كما كنقولوا سد الفم ديال اعداء الوطن والكارهين ابناء الوطن. اذا مغاربه متابعين ديالنا، واش نتوما يعني سعداء بهذا الاداء الجيد اللي قام به بونو؟ واش فرحانين ولادنا بهذا التتويج هذا بهذا اليوروبا ليغ؟ واش كذلك نتوما يعني سعداء مثلنا يعني بهذا الاداء؟ شاهدنا مقابله امتدت يعني 120 دقيقه، الشوط الاول مر 7 ديال الدقائق ديال الوقت الاضافي، الشوط الثاني 6 ديال الدقائق ديال الوقت الاضافي، الشوط الاضافي الاول 6 ديال الدقائق ديال الوقت الاضافي، الشوط الاضافي الثاني 6 ديال الدقائق ديال الوقت الاضافي. يعني مقابله عرفت يعني اكثر من 20 دقيقه ديال هذا غير الوقت يعني بدل الوقت الاضافي. فباش تعرفوا بان المقابله كانت قويه، ولادنا يعني بقاو صامدين. وطبعا فاش جات لحظه الحزم وفاش كل شيء يعني ربط وعلق الامل ديالو بالاسد المغربي وبالسبع ديالنا اللي هو ياسين بونو. فياسين بونو كان عند حسن الظن ديال الجميع، وهدا فريق ديال اشبيليا لقب اليوروبا ليغ للمره السابعه. فالف الف الف مبروك لولادنا، الف الف مبروك لولاد بلادنا، الف مبروك للشعب المغربي هذا التتويج هذا. فطبعا يعني احنا جد سعداء بهذا التتويج هذا. علاش سعداء جدا؟ لان شفنا بان اعداء الوطن والكارهين والعنصريين اللي كانوا كارهين الوطن وكانوا باغيين يعني فريق روما الايطالي انه يتوج باش يبينوا الحقد والضغينه ديالهم اللي ما كتب لهمش هذا الشيء هذا، جد سعداء كذلك اننا يعني رفعنا الرايه المغربيه. وهاني لنا بهذا التتويج هذا. يعني كذلك يعني فاش كيكون يعني تتويج شي شبل او اسد مغربي فاحنا كنكونوا جد سعداء جدا برفع الرايه المغربيه. فكنقرا التعليقات ديالكم، طبعا يعني كنقرا التعليقات ديالكم، فطبعا يعني كنشوف بان الكل سعيد بهذا التتويج هذا، وطبعا يعني الكل لاحظ بان التعليق العنصري اللي كان كيقوم به احد المعلقين الرياضيين على هذه المقابله او لهذا النهائي. اذا مبروك ياسين، مبروك يوسف، هادشي كيقولوا خالد عباد. الاخوان ديالنا غندخلوا معكم يعني نقراو التعليق ديالكم، اي واحد يعني نزل شي تعليق غنقراوه هنايا. فواش نتوما فرحانين بهذا الاداء وبهذا الفوز هذا للفريق اشبيليا؟ واش سعداء لولادنا؟ واش نتوما سعداء لياسين بونو؟ واش نتوما يعني سعداء لياسين بونو بهذا التتويج هذا اللي هدا الفريق ديالو هذا التتويج هذا؟ فطبعا يعني كنتسناو انكم تسناو الاراء ديالكم، كنتسناو يعني التعليقات ديالكم باش نقراوها. واش انت كاين اشبيليا ولا غير كنحلم؟ لا صراحه ما كاينش اشبيليا حاليا، ولكن انا سعيد يعني الفريق اشبيليا بهذا الفوز هذا وبهذا الفوز بالنهائي، لان كيتواجد فيه يعني حارس كبير اللي كانوا كيقول الجميع يعني انه يعني فقد الرسمي ديالو مع اشبيليا وانه يعني قريب انه يغادر فريق اشبيليا، ولكن اليوم ياسين بونو كنسمع وهدا فريق اشبيليا هذا النهائي هذا. فطبعا يعني هذا النهائي هذا فهو نهائي ياسين بونو. ياسين بونو تمكن من التصدي جوج ضربات الجزاء
وهذا بهم الفوز وتتويج الفريق إشبيلية. متابعينا الكرام يعني كنقراو التعليقات ديالكم، تحياتي لك، تحياتي محمد الودادي، تحياتي كنتمناو يعني كذلك حظ وافر للفريق الوداد البيضاوي اللي حط الريحه ديالو اليوم بمدينه مصر، وطبعا يعني في المقابله ديال النهائي مقابله ديال الذهب كنتمناو له حظ كبير، كذلك يعني كنتمناو له حظ اخر، كنتمناو انه كذلك يرجع بواحد الفوز الثامن باش يزكي به يعني كذلك فوز هنا بمدينه الدار البيضاء ان شاء الله. قلوبنا كذلك يعني مع الوداد في هذا النهائي ديال الغزوة الأبطال الأفريقية، حتى هو يعني فيه لاعبين يعني حملوا قميص المنتخب الوطني، وفيه لاعبين يعني أول مرة تم مجازات عليهم لحمل القميص الوطني، كنتمنوا لهم حظ موفق. إذن متابعينا الكرام يعني واش ثم كذلك يعني فرحانين بهذا الفوز هذا ديال العين ناقيتين بونو، دخلوا معكم يعني في تحليل المقابلة، ففي مقابلة يعني في بداية ديالها عرفت يعني تفوق فريق روما الإيطالي بهدف تمكن التسجيل ديالو يعني ديبالا اللاعب الايطالي متميز، كانت هناك يعني عوده قويه للفريق الاسبانيا ضيع منها عديد المحاولات، ولكن في الشوط الثاني تمكن انه يسجل هدف التعادل عن طريق خطا من عميد فريق ديال روما، بعد ما يعني كان في مراقبه جد لاصقه من اللاعب يوسف نصيري، فيوسف نصيري كذلك كان هو له الفضل في تسجيل هدف التعادل لانه هو اللي ضغط على اللاعب ديال روما باش انه ما قدرش يكونترولي الكره من جانب خارجه ودخلت الكره للشبكه، ف استمرت المقابله بواحد النديه، كانت عده محاولات من هنا من هناك يعني من كلا الطرفين بحثوا في كل دقائق الشوط الثاني انهم يسجلوا هدف الفوز، ولكن ما تمكنش ذلك. مشات المقابله لاشواط اضافيه، اشواط اضافيه بالعيه على عدد كثير ديال اللاعبين من لا لاعبي فريق روما الايطالي ولا لاعبي فريق اسبانيا الاسباني، ولكن يعني فاش قربت دقائق الحسم وفاش قربت دقائق الذهب لضربه الترجيح، فكل المعلقين الاسبانيين يعني وكل القنوات الاسبانيه اللي كتنقل هذا النهائي هذا فكاملين وجهوا العين ديالهم للاسد المغربي ياسين بونو، وكانوا كيقولوا بونو وتذكروا كذلك يعني التصديات ديال بونو في المونديال، وطبعا يعني بابتسامته المعهوده فاش وصلوا ضربه الترجيح بونو وحادث ديالو مع اللاعبين، فكان دائما مبتسم على انه كان يعني كيقول لهم ما تخافوش انتم ماركيو وانا نجبد، وهادشي اللي لعبل بونو. فبونو بعد ما تمركز عليه ضربات الجزاء الاولى البينالتي الاول البينالتي الثاني البينالتي الثالث تمكن التصدي ديالهم، العديد يقولوا بان الكره الثالثه جات في العريضه، ولكن ما شافوش باللي الكره يعني ولاها بونو، وتا هو يعني فاش ولاها يعني ساهم انها تجي في العريضه، فطبعا يعني ألف مبروك من هذا الأسد المغربي كذلك اللي هو ياسين بونو اللي هداك فوز فريق إشبيلية، فريق إشبيلية، وكذلك ألف مبروك للهداف يوسف أنصيري، ففريق إشبيلية للمرة السابعة كيتوج بهذا اللقب ديال أوروبا ليغ، وطبعا يعني هذا اللقب هذا يعني كاين جوج ديال اللاعبين اللي هما لاعبين ديال أسود الأطلس، لاعبين ديال المنتخب الوطني، كتنضاف لهم هذا التتويج هذا كينضاف بالاسم ديالهم لانهم يعني كان لهم فضل في تتويج يعني فريق اشبيليا بعد اللقب الاوروبي، فالف الف مبروك لفريق اشبيليا الاسباني هذا التتويج هذا بهذا النهائي نهائي ديال اليوروبا ليغ. فطبعا يعني صراحه جد سعداء، كنشوف بان التعليق ديالكم الكل لاحظ بان التعليق العنصري ديال المعلق الحقود على المملكه المغربيه، فطبعا يعني كل لاحظ ذلك والكل يعني الان كيتشفى فيه، فطبعا هو كيستاهل اصلا ما نجيش اننا نرد عليه لان كان السبع ديالنا بونو رد عليه بالطريقه ديالو، فطبعا يعني الف مبروك للفريق اشبيليا والف مبروك لوليداتنا يوسف انصيري ولا ياسين بونو حارس العملاق. فطبعا اخ محمد ياسين بونو كيتعتبر من افضل الحراس في العالم، عندك الحق طبعا يعني اصلا هو يعني كان متواجد يعني في ثلاث حراس الاوائل يعني ثلاث حراس اللي مشاو انهم يتوجوا افضل حارس في هذا العام هذا، فطبعا كنتمنوا يعني كل التوفيق للاعبين ديالنا واللاعبين ديال المنتخب الوطني اللي كينافسوا مع الفرق ديالهم، فشفنا يعني سفيان امرابط ما تمكنش انه يفوز بلقب ديال كاس ايطاليا
ولكن اليوم كنشوف بان اولادنا توجوا بلقب كاس اليوروبا ليغ، فطبعا هذا كيتعتبر انجاز وكذلك انجاز للرايه المغربيه. وشنا الرايه المغربيه يعني ترفعت في النهائي ديال اليوروبا ليغ. اذا متابعينا الكرام الف مبروك لوليداتنا، الف مبروك لهم، وحنا يعني جود سعداء بهذا التتويج هذا. برافو ياسين بونو، برافو يوسف نصيري، لا عزاء للحاقدين. وان شاء الله نتمنى نشوف وليداتنا كاملين، يعني في اي لاعب مغربي كيمثل شي فريق ديالو وعنده شي يعني شي نهائي ولا فاز بالدوري ديال اللي كيدافس فيه، الف مبروك كذلك لهم. وان شاء الله يعني نكملوا بهذه الطريقه هذه، وان شاء الله المغاربه دائما يرفعوا الرايه المغربيه جميع المحافل سواء الاوروبيه ولا الدوليه ان شاء الله تعالى. طبعا متابعينا الكرام كنشكركم يعني المشاركه ديالكم، يعني هذه الفرحه ديال التتويج هذا الثنائي المغربي اللي هما ياسين بونو ويوسف نصيري بالفوز ديالهم بلقب اليوروبا ليغ. كنشكركم ثم كذلك يعني اللي عبرتوا على الفرحه ديالكم وعبرتوا على التعليقات ديالكم وبينتوا لنا بانكم يعني مغاربه وكتعتزوا بالرايه المغربيه من خلال التعليقات الجميله ديالكم. شكرا لكم كذلك، وتبقوا على خير وليله سعيده، والف الف مبروك لياسين بونو ويوسف نصيري وكذلك يعني فريق اشبيليه الفوز باليوروبا ليغ. شكرا لكم متابعينا الكرام على التعليقات الجميله ديالكم، شكرا لكم على المشاركه ديالكم الفرحه كذلك مشاركتكم الفرحه معنا بهذا الفرحه ديال التتويج وكذلك يعني الفرحه ديال التالق ديال ياسين بونو في هذه المقابله النهائيه مع فريق ديالو سيفيا. دمتم في رعايه الله وحفظه، وما ننساوش كذلك نتمنوا حظ موفق لفريق الوداد البيضاوي ممثل المملكه المغربيه في عصبة الأبطال الإفريقية في المقابلة النهائية اللي غتجمعوا مع فريق الأهلي المصري. كل التوفيق لفريق الوداد البيضاوي إن شاء الله، نتمنوا كذلك يعني الراية المغربية ترفرف عاليا في السماء المصرية إن شاء الله، ورجعوا وليداتنا لمطار محمد الخامس وهم يعني حق واحد النتيجة اللي هي نتيجة إيجابية في مباراة ديال الذهاب، مع انتظار يعني المقابلة ديال الإياب اللي غتكون يعني الحسم ديالها في مركب محمد الخامس. نتمنوا نشوفوا الوداد البيضاوي إن شاء الله بطل إفريقيا للمرة الثانية على التوالي، وان شاء الله نشاركوا يعني هذه الفرحه، نشاركوا يعني جميع حنا كمغاربه يعني قلوبنا معهم، قلوبنا مع فريق الوداد البيضاوي ان شاء الله باش يحقق واحد النتيجه ايجابيه. دمتم في رعايه الله متابعينا الكرام، يعني تصبحوا على خير، وما ننساوش يعني ندعوا مع فريق الوداد البيضاوي ان شاء الله تعالى من اجل يعني الفوز في المباراه النهائيه بمباراه الذهب في العاصمه المصريه. فشكرا لكم متابعينا الكرام، دمتم في رعايه الله وحفظه، والف الف مبروك للثنائي ديالنا يوسف انصيري وياسين بونو بهذا التتويج هذا. فطبعا يعني فاء الخير على الرايه المغربيه وفاء الخير على المملكه المغربيه بهذا الانجاز الكبير اللي قام به فريق اشبيلية. الفضل كامل يعني كيرجع من الحارس العملاق اللي هو ياسين بونو اللي هدى فريق ديالو هذا الفوز هذا. اذا متابعينا الكرام تبقوا على خير، شكرا على المتابعه ديالكم، دمتم في رعايه الله وحفظه، اللقاء في مباشر جديد. وختاما لا عزاء للحاقدين، برافو وليداتنا، برافو برافو، والي المغاربه، الي المغاربه.